يعني حتى نظرتنا بعد أزمة كورونا يجب أن تتغير، أو الأولوية والرعاية والعناية للداخل ومن ثم للخارج. الخارج ما أقصد يعني كمواطنين وكصدقات وكمساعدات، وإنما أقصد الخارج الحكومي، الخارج الدولي. طبعا احنا نقول الدول الديمقراطية وسواها، احنا مشكلتنا وين؟ بالخط الفاصل، متى انت تعتبر دولة ديمقراطية ومتى انت تعتبر سواها؟ يعني هذا الخط مو واضح، في منطقة مغبشة كبيرة. ففي دول بالنسبة لنا كانت دول ديمقراطية تبارك الرحمن يضرب فيها المثل، لكن فوجئنا فيها في السنوات الأخيرة أصبحت دول بلطجة. والأزمة هذه وضحت أن يعني ما كنا نعتقد بأنه هو قدوة النظم الديمقراطية التي كنا نقتدي فيها ونضرب فيها المثل لطلبتنا ولأبنائنا ولزملائنا وفي مجالسنا، أصبح كله هباء منثورة، كله كلام فاضي. أصبحت ما في هناك ديمقراطية ولا شيء، كله مجرد خرافة. فهذه من ضمن الأشياء اللي تخلينا نعيد تقييم الأمور، ما يكون الهدف التارجت اللي احنا ندوره أنا والله أبي أنضم أبي أوصل إلى هذه الدول الديمقراطية، لا، أنا أبي أرتقي بشعبي ودولتي، ولا يهمني، ما عندي معايير معينة. المواطنين سعيدين، الرعاية الصحية متوفرة، التعليم متوفر، هذا الأهم. يعني حتى انضمامي للمنظمات الدولية وأنا قاعد أدفع رسوم لهذه المنظمات الدولية، أنا أدفع رسوم للأوبك، أنا أدفع رسوم للأوابك، أدفع رسوم ليونسكو، أدفع رسوم الأمم المتحدة، أدفع رسوم المنظمة الدولية، أدفع رسوم جامعة الدول العربية، أدفع رسوم مجلس التعاون الخليجي، أدفع منظمة الوحدة الأفريقية، أدفع. هذه كلها رسوم. هذه الرسوم لو أجمعها وسخرها إلى الداخل أولى من أن أنا قاعد أضيع هذه الموارد والمصاريف في 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 غير محلها. فإحنا مثل ما قلنا إن عندنا وسائل رصد، وسائل رصد إما أن تكون وسائل رصد لمنظمات دولية، بعد ما خلصنا وسائل الرصد للمنظمات الأهلية الوطنية، فوسائل الرصد العالمية إما أن تكون لمنظمات عالمية أو تكون لمنظمات إقليمية. المنظمات العالمية إحنا ممكن نتكلم عن منظمة الأمم المتحدة كمنظمة عالمية، وإحنا قلنا سابقاً أن المنظمات العالمية هي المنظمات المفتوحة العضوية لكل دول العالم، ليست حكر على دول معينة. وأنا أركز فقط على الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولي. بعد ما خلص من عندهم راح أبدأ أتكلم عن وسائل الرصد في المنظمات الإقليمية، وراح أخذ مثل وراح أدرسه بالتفصيل أشرح لكم إياه، اللي هو مجلس أوروبا. وبشكل سريع راح أتكلم عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. فوسائل الرصد أول شيء راح أتكلم عن المنظمات الحكومية. المنظمات الحكومية مثل ما قلنا عندنا منظمات عالمية ومنظمات إقليمية. المنظمات العالمية راح تفي مثل ما قلت لكم راح أتكلم عن الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة تتكون من العديد من الأجهزة، يعني الأمم المتحدة فيها الجمعية العامة، فيها مجلس الأمن الدولي، فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيها محكمة العدل الدولية، فيها الأمانة العامة، فيها مجلس الوصاية، وهذا يعني تم اتخاذ قرار من الجمعية العامة بتجميده. مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي
أحد أهم الأجهزة الموجودة في الأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يعمل على حماية حقوق الإنسان، لكن متى؟ مو في كل الأحوال. مجلس الأمن الدولي أنا أشبهه بغرفة الطوارئ في المستشفى، يعني لا يمكن أن أنت تروح حق غرفة الطوارئ في ساعات العمل المعتادة للمستشفيات. فساعات العمل المعتادة أنت ما تحتاج إلى غرفة الطوارئ، المستشفى أكمل مفتوح أمامك، فتروح تراجع عيادة الجلدية مثلا، ولا عيادة الباطنية مثلا، ولا عيادة النساء والأطفال. لكن بعد انتهاء ساعات العمل هذه العيادات كلها مغلقة، ما تكون مفتوحة أمامك إلا إلا عيادة الطوارئ. فهذا التشبيه عمليا لما أقول لك المستشفى بأكمله بكل عياداته، هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولما أقول لك عيادة الطوارئ، عيادة الطوارئ هذه أقصد فيها مجلس الأمن الدولي. هذا التشبيه والعلاقة ما بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة. لأي مسألة من المسائل في أي وقت من الأوقات، سواء مسألة جوهرية أو غير جوهرية، مسألة أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان أو غير حقوق الإنسان، أنا يمكنني كدولة فقط عضو في الأمم المتحدة أتجه إلى المستشفى بكامل عياداته اللي هي الجمعية العامة. فالجمعية العامة تستقبل كافة المسائل، كافة الشكاوى، كافة الأمور المتعلقة بعملها بالكامل بما فيها حماية حقوق الإنسان. فيمكن الذهاب للجمعية العامة في أي وقت من الأوقات، هو بشأن أي مسألة من المسائل. أما مجلس الأمن الدولي فلا يمكن اللجوء له إلا إذا كانت المسألة التي تلجأ الدولة إليها إلى مجلس الأمن الدولي متعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي. واضح؟ إذا الفرق أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن اللجوء له إلا إذا كان هناك في تهديد للسلم والأمن الدولي. أما إذا لا يوجد تهديد للسلم والأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي لن يفحص هذه المسألة أو ينظر فيها. من ينظر فيها؟ إذا كانت ليست متعلقة بالسلم والأمن الدولي، تنظر فيها الجمعية العامة. واضح؟ إذن أنا في أي وقت من الأوقات أقدر أروح للجمعية العامة بشأن أي مسألة من المسائل بما فيها حماية حقوق الإنسان دون شرط أو قيد. أما مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، فلا أستطيع اللجوء له لحماية حقوق الإنسان إلا إذا كانت المسألة، مسألة حقوق الإنسان هذه، تهدد السلم والأمن الدولي. واضح؟ إذن حالات اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية حقوق الإنسان أصبحت ضيقة، فقط في مجال حماية أو تهديد السلم والأمن الدولي. والواقع العملي كشف أن مجلس الأمن الدولي، طبعا يؤسفني أقول لكم أن مجلس الأمن الدولي يعني في عيب قاتل اللي هو حق الفيتو. وإحنا أول ما بدأنا تكلمنا قلنا أن الدول يحكمها في انضمامها المنظمات وعملها في المنظمات الدولية وتصويتاتها تحكمها المصالح، فبالتالي الدول لا تصوت من واقع حماية مصالح الأمم المتحدة أو حماية حقوق الإنسان، وإنما تصوت الدول من واقع حماية مصالحها الخاصة. فالواقع العملي أثبت أن مجلس الأمن الدولي كان فاعل، كان نشط في مجال حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتهديد للسلم والأمن الدولي في مسائل لا تتعارض مع مصالح الدول الخمسة دائمة العضوية اللي عندها حق الفيتو. مثلا كان مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه خاصة الخمسة الدائمين كان حريص على تقسيم السودان،
فكانوا يبون يضغطون يعني يشكلون ضغط على حكومة السودان، وبالتالي شكلوا لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات المتعلقة في جنوب السودان والمتعلقة بجرائم الحرب أو المتعلقة بالجنجويد. هذه إحدى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية حقوقها. ولكن عندما تتعلق المسألة بمسألة من المسائل التي تتعارض مع مصالح إحدى الدول التي تتمتع بحق الفيتو، فهنا مع الأسف حتى لو كانت المسألة متعلقة بالسلم الأمن الدولي ومتعلقة بحماية حقوق الإنسان، فلن يلعب مجلس الأمن الدولي الدور الحقيقي المطلوب منه. ونضرب على ذلك مثلا على سبيل المثال اللي هو الجدار العازل. الجدار العازل عندما بدأت إسرائيل ببناء الجدار العازل، هذا كان يعتبر تهديد للسلم الأمن الدولي، كان يعتبر في مساس بالسلطة الفلسطينية وبدولة فلسطين وبحقوق الشعب الفلسطيني وباتفاقيات السلام الموقعة مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات. فما كان من السلطة الفلسطينية اللي اتجهت بهذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وكان مفروض أن مجلس الأمن الدولي يوقف إسرائيل عند حدها وينظر في هذه المسألة لأنها مسألة متعلقة تهدد السلم والأمن الدولي. إلا أن ما بيقول كانت المفاجأة، لكن المفاجأة ولكنها متوقعة، لكن الكل كان ينتظر مفاجأة أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقف موقف عادل احتراما للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. إلا أن ما استقرب الجميع ولم يتفاجأ المراقبين مراقبين حقوق الإنسان من موقف الولايات المتحدة عندما استخدمت حق الفيتو وقررت بأن هذه مسألة ليست لها علاقة بالسلم الأمن الدولي. فبعدها أقلق الباب أمام الملف، ملف الجدار العازل، أنه ينظر أمام مجلس الأمن الدولي، كما أقلق الباب أمام كثير من المسائل العربية والإسلامية وسواها من المسائل التي تتعارض مع مصالح الدول الخمسة دائمة العضوية. فهنا الملاذ الوحيد لمثل هذه القضايا، لمثل هذه الدول، عندما يقلق عليها باب مجلس الأمن الدولي أن تلجأ إلى الجمعية العامة، لأن الجمعية العامة يدخل في اختصاصها جميع المسائل، فما تستطيع الجمعية العامة أن تقول أو تتذرع بأن هذه ليست من المسائل الداخلة في اختصاصي. وفقا للمادة 10 من ميثاق المتحدة، الجمعية العامة أن تناقش كافة المسائل الداخلة في الميثاق. وحقوق الإنسان مثل ما قلنا في البداية من خلال ديباجة ميثاق المتحدة، أنها من المسائل الداخلة في الميثاق، فبالتالي تلتزم الجمعية العامة أن تناقش مسائل حماية حقوق الإنسان. الحين أسأل نفسي وأسألكم، أقول ليش الدول دائما حريصة أنها أي ملف لانتهاك حقوق الإنسان أو أي ملف لقضية تهمها تفضل دائما أنها تطير فيه إلى مجلس الأمن الدولي، ما تروح للجمعية العامة، مع أن كلنا يقين أن الجمعية العامة ستناقش هذه المسائل لأنها داخلة في اختصاصها. ولكن مجلس الأمن الدولي ممكن، فليش الدول تكثر أو تحرص على اللجوء لمجلس الأمن الدولي دون الجمعية العامة؟ الإجابة على هذه السؤال أن مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارات ملزمة، عنده صلاحيات واسعة. يعني مجلس الأمن الدولي عنده صلاحيات وفق الفصل السادس وفق الفصل السابع، وفق الفصل السادس التسويات السلمية والودية والحبية لأي مسألة المسائل. إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تسوية أي مسألة من المسائل وديا، ينتقل إلى الفصل السابع. في الفصل السابع اللي مجلس الأمن الدولي صلاحيات لا حدود لها،
ابتداء من قطع العلاقات الدبلوماسية والمواصلات والمقاطعة والحصار واللجوء إلى حتى القوة. فالدول حريصة على مجلس الأمن الدولي، لما الأمن الدولي اتخذ قرار ينفذ هذا القرار، ينفذ بالطيب أو بالقوة. بينما الجمعية العامة للأسف معظم ما تتخذه هي توصيات أو تتخذ قرارات، ولكن هذه القرارات ملزمة فقط لمن صوت معها. يعني لما نقول الجمعية العامة تتكون مثلا 190 دولة، 120 دولة صوتوا مع القرار و70 دولة رفضوا هذا القرار، فهذا القرار هو ملزم فقط ل 120 دولة، ال70 دولة الأخريات غير ملزم لهم. فبالتالي يكون تنفيذ هذا القرار ليس تنفيذا كليا على أرض الواقع. بينما مجلس الأمن الدولي إذا صدر قرار، 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخذوا قرار حتى في الأغلبية، فإن هذا القرار الذي أصدرته هذه الدول المعدودة يلزم كافة دول العالم، سواء أعضاء في مجلس الأمن الدولي أو ليسوا أعضاء في مجلس الأمن الدولي. فهذا من ضمن الأشياء التي تشجع الدول أو تدفع الدول نحو اللجوء لمجلس الأمن الدولي دون الجمعية العامة. إلا أن الجمعية العامة ميزتها، يعني إذا كان مجلس الأمن الدولي ممكن يجهض أي قرار وافق عليه 14 دولة، تأتي دولة واحدة تستخدم حق الفيتو وتجهض هذه المجهودات. إلا أن هذا العيب الموجود في مجلس الأمن الدولي غير موجود في الجمعية العامة، فنجد الجمعية العامة ممكن توصي باتخاذ إجراءات، بإجراء تحقيق، بإجراء تحري، تقصي لأي مسألة من المسائل، وتوافق الدول على أنها تنفذ برضاها مثل هذه التوصيات. مجلس الجمعية العامة ما فيها فيتو. الدول فعلا متساوية بالسيادة، لكل دولة صوت، ووزن الصوت للولايات المتحدة الأمريكية مثل وزن الصوت لدى أي دولة من دول العالم. ومثل ما قلنا سابقا، بالنسبة للجدار العازل، عندما أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مجهود السلطة الفلسطينية في أن ينظر موضوع الجدار العازل أمام مجلس الأمن الدولي، انتقلت السلطة الفلسطينية بهذا الملف إلى الجمعية العامة. وفي الجمعية العامة عرض الموضوع على الجمعية العامة، وبذكاء السلطة الفلسطينية كان الطلب كان مفاجئ للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كانوا متوقعين أن الطلب راح يكون من الجمعية العامة أن إدانة إسرائيل في بناء الجدار العازل، وأن هذا البناء يعتبر انتهاك. لكن ذكاء السلطة الفلسطينية كان عندها رؤية أن حتى لو صدر مثل هذا القرار من الجمعية العامة، حيصدر على شكل توصية، وبالتالي التوصية غير ملزمة، تلزم من صوت عليها، وبالتالي الدول المهمة لن تصوت عليها، وبالتالي لن تلتزم بهذه التوصية. لكن فوجئت الولايات المتحدة الأمريكية وفوجئت إسرائيل بأن طلب السلطة الفلسطينية من الجمعية العامة ليس إدانة إسرائيل، وإنما إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية للبحث في مدى مشروعية الجدار العازل. وإذا صدر رأي استشاري من أفضل 15 قاضي في العالم، راح تكون قيمة الرأي الاستشاري أكثر من قيمة التوصية التي تصدرها الجمعية العامة. فعندما عرض الطلب الفلسطيني على الجمعية العامة، فوجئت أمريكا وإسرائيل، وبذلت الولايات المتحدة الأمريكية مجهود جبار في سبيل ثني كثير من دول العالم عن التصويت على هذا
القرار أو هذه الإحالة لمحكمة العدل الدولية. ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها حق الفيتو في الجمعية العامة، والحمد لله أن ليس لديها حق الفيتو، لكانت أجهضت هذه المحاولة. ولكن لأن الدول متساوية في الأصوات فحاز القرار على الأغلبية المطلوبة، وأحيل السؤال من الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، هل الجدار العازل مشروع؟ هل الجدار العازل يخالف قواعد القانون الدولي العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟ فبرضو إذا وصلنا لمحكمة العدل الدولية راح نتكلم عن الرد اللي ورد من محكمة العدل الدولية بشأن موضوع الجدار العازل. طبعا الجمعية العامة هي الجهاز الأهم، إحنا مجلس الأمن الدولي مساء قلنا أنه هو من أهم الأجهزة، لكن الجهاز الأهم هو الجمعية العامة، لأن الجمعية العامة تجمع كافة أعضاء الأمم المتحدة، وبالتالي الجمعية العامة هي التي تتحكم في رسم السياسة العامة للأمم المتحدة. فمن خلال الجمعية العامة تم إجراء العديد من التعديلات على نظام الأمم المتحدة في المراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فمن ضمن الأشياء على سبيل المثال، تم من خلال الأمم المتحدة تم الموافقة على إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمين العام. فاليوم الأمين العام عند عدد من المساعدين، ومن أهم المساعدين الذين يعملون تحت رايته هو المفوض السامي لحقوق الإنسان، برضو راح نتكلم عنه بشكل أكثر تفصيل. ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها الجمعية العامة إنشاء مجلس لحقوق الإنسان تحت الجمعية العامة، وبرضو مجلس حقوق الإنسان راح نتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ونقول إن هذه النشأة الجديدة خففت الضغط على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفعلت حماية حقوق الإنسان بشكل جدي من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان. يكفي أن أقول لكم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت تتكون من خبراء، فبالتالي ما بالك بخبراء مجموعة من الأفراد يراقبون انتهاكات حقوق الإنسان ويتلقون شكاوى لحقوق الإنسان في مواجهة دول. فماذا يستطيع هؤلاء الأفراد أن يفعلون؟ ومن السهل لهؤلاء الأفراد أن يخضعوا لضغوط وتهديدات، سواء بنفسهم أو بأحبابهم، أو أن يضيق عليهم الدول في ممارسة عملهم. يعني أنت كعضو علشان تمارس عملك ممكن أحيانا تحتاج تزور الدولة، تقابل المجني عليهم، تقابل الشاكين، فأنت ممكن تتعرض لتضييق أو تعسير للمهمة اللي ترقب القيام بها. أما اليوم في وضع مجلس حقوق الإنسان فالوضع مختلف، لم يعد كما كان في لجنة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان أنه يتكون مجلس حقوق الإنسان من أعضاء دول، فبالتالي لا يمكن أن تمارس ذاك التضييق وذاك التهديد وتلك الإعاقات اللي كنت تمارسها أمام الأفراد في لجنة حقوق الإنسان، لا يمكن أن تمارسها أمام مجلس حقوق الإنسان حيث يتكون من أعضاء دول. وراح نتكلم المزيد من الأشياء نتكلمها عن مجلس حقوق الإنسان إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونتكلم عن محكمة العدل الدولية والأمين العام المتحدة، وننتقل بعدها إن شاء الله نتكلم عن منظمة العمل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وراح نتكلم عن مثل ما قلنا مجلس أوروبا ودوره في حماية حقوق الإنسان ومراقبتها وتوثيقها، وبعدين راح نتكلم عن الـ NGOs ودورهم في مراقبة وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان، وآخر شيء راح نتكلم عن دور الأفراد الطبيعيين
في مراقبة وتوثيق حماية حقوق الإنسان. الآن ودي أفتح المجال إذا تسمحوا لي حق الأسئلة، وأرجو أن تكون أسئلة يعني كتابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نفتح مجال الأسئلة. نعم يا دكتور، الآن فتحنا الشات إن شاء الله، حيظهر في الأسفل كلمة الشات، حتظهر إن شاء الله مداخلات المشاركين إن شاء الله. زين، بعض المسجات يعني مش كامل طالع مخصوص، ولا طبيعتها الشكل؟ لا، المسجات واضحة يا دكتور، بس لو ضغطت على الشات حتظهر في أيقونة بإمكانك إنك تتحكم فيها وتطلع إلى فوق وتنزل لتحت يعني. اوكي، ممكن نتحكم فيها. نعم. هل يوجد ما نسميه قانون دولي أم سياسة دولية؟ هل يوجد ما نسميه قانون دولي أم سياسة دولية؟ طبعاً إحنا قلنا أن القانون الدولي موجود، يعني حال بقية القوانين مثل قانون المرور وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنائي، لكن مع الأسف أن يعني القانون في خروج عليه كبير، مثل ما القوانين العادية عليها خروج. أنا دائماً أقول أن يكون الشرطي واقف عند إشارة المرور وتمر سيارتين، سيارة صغيرة ومتواضعة وسيارة فارهة، فبالتالي اثنين يعني تجاوزوا الإشارة الحمراء، تجد الأمر طبيعي أن الشرطي يستوقف صاحب السيارة المتواضعة ويترك صاحب السيارة الفارهة. وهذا اللي حاصل في القانون الدولي، أن الانتهاك اللي ترتكبه الدولة العظمى الكل يقض النظر عنه، ويعني وقد يتم التصفيق له، بينما الانتهاك اللي ترتكبه دولة متواضعة وغير مدعومة وغير داشة في أحلاف، فبالتالي القانون الدولي تتحكم به السياسة. لماذا لا يكون لدينا استقلالية كمسلمين أو دول عربية؟ أنا طبعا دائما أقول أن اليوم أنا إذا الأمم المتحدة مش عاجبتني، جامعة الدول مش عاجبتني، مجلس التعاون الخليجي مش عاجبني، اليوم إحنا كدول إسلامية نتكلم عن 58 دولة. الأمم المتحدة قيمتها الفعلية لما نتكلم، ما هي قيمة الأمم المتحدة؟ قيمتها وفعاليتها بأن فيها عدد هائل من الدول، كل دول العالم فيها، فهذا اللي يعطي مكانة ويعطي الدول داعمة العضوية مكانة. هالمكانة هذه لو سحبت منها 58 دولة أصبح أعضاء الأمم المتحدة 120 130، فهذه المكانة تقل بانسحاب، لكن يجب أن يكون هناك تحرك إسلامي محترم ومنسق. إذا انسحبت كل الدول، وهذا حق من حقوق الدول الأعضاء أنها تنسحب، تجد المنظمة الدولية حتعتذر من هذه الدول، تقول لهم احنا آسفين يا جماعة، شنو طلباتكم؟ نبي نلغي الفيتو، نبي كلنا احنا كرسي دائم كدول إسلامية، كرسيين دائمين كدول إسلامية، وبالتالي لن نعود للمنظمة
العالميه او المنظمه المتحده الا بشروطنا، والا يفتح الله مع السلامه انتم اشتغلوا واحنا نشتغل لوحدنا. ما هو أثر اتفاقية سيداو على حقوق الإنسان في الدول التي صادقت عليها؟ التصديق دائما في كل الاتفاقيات، التصديق يحيل الاتفاقية الدولية إلى قانون داخلي، فتكون العنوان من فوق اتفاقية حظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة. هذه كاتفاقية قبل ما ناخذها في القانون الداخلي. بعدين لما نجيبها في القانون الداخلي ونصدق عليها تصبح ماذا؟ المرسوم بقانون أو القانون الملكي رقم أو القانون الرئاسي رقم كذا، بتبني اتفاقية حظر كافة، فتتحول الاتفاقية من اتفاقية دولية إلى قانون داخلي، ويجب أن يتعامل معها القضاء والداخلية والدفاع والشؤون، يجب أن يتعامل معها الجميع داخل الدولة كقانون داخلي، لم تعد اتفاقية دولية. أما وزارة الخارجية لما تبي تتواصل مع دولة مجاورة أو دولة أجنبية لا تتواصل بموجب المرسوم، وإنما تتواصل بموجب الاتفاقية. القانون الدولي مطبق بنسبة كم على مستوى العالم، وبنسبة كم على مستوى العالم العربي، وعلى يعني يؤسفني أن أنا أقول أن القانون الدولي يعني يطبق بحسب قوة الدولة، بحسب يعني المصالح. يعني تجد نفسك اليوم أنت داخل مع حلف مع دولة معينة يحكمها الحزب الفلاني، وانت كينج، الكل يتماشى مع طلباتك والكل يحترمك، فجأة ينقلب النظام الرئاسي فيحكم بدل النظام الديمقراطي يحكم النظام الجمهوري، وبالتالي تتفاجئ ان انت صرت من اعداء هذه الدولة ومحل انتهاك، والاتفاقيات غير مطبقة، ويبدأون يبتزونك ويبون من عندك مليارات. هل ممكن الاستعانة بمنظمات أهلية من دول أخرى في دولنا؟ المنظمات الأهلية يعني يعتبر هذا نوع من أنواع السيادة، سيادة الدولة. لا يمكن لمنظمة سواء دولية أو أهلية أنها تمارس عملها في داخل الدولة إلا بموافقة الدولة، وإلا يعتبر ذلك انتهاك لسيادة الدولة. فالمنظمات الدولية لما بتشتغل لازم تكون الدولة عضو فيها، أو الدولة توقع اتفاقية استضافة لهذه المنظمات. المنظمات الدولية الأهلية أو غير الحكومية، هذه المنظمات تمارس عملها يعني بدون أن تكون موجودة في داخل الدولة. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن منظمة العفو، منظمة العفو لها أعضاء في دولة الكويت، لها أعضاء موجودين في مصر، لها أعضاء موجودين في المغرب، لها أعضاء موجودين في سوريا. فهؤلاء الأعضاء هم من يمارس النشاط بصفتنا مواطنين قاعد نراقب، ولكن إذا عرفت شخوصهم والدولة يعني بدأت تتحسس منهم يتم التضييق عليهم. لكن أن تمارس عملك بشكل رسمي، تدخل كمنظمة بدون موافقة وبدون تنسيق مع الدولة، هذا يعتبر مساس بسيادة الدولة. كيف أقدر أميز القضية إذا كانت مخصصة للجمعية العامة أو لمجلس الأمن الدولي؟ حتى أنا ما أقدر أميز، مين يحكمها المصالح؟ يعني قضية الجدار العازل من ضمن القضايا اللي لا شك أنها هي تشكل مساس بالسلم والأمن الدولي، فكان المفروض أنها يستقبلها مجلس الأمن الدولي وينظرها، ولكن لأن فيها مصلحة لدولة حليفة لإحدى الدول التي تتمتع بحق الفيتو، فكان
كانت المسألة الرفض. لكن إذا كنت دولة حليفة، يعني لو الدولة الحليفة تقدمت بطلب من الأمن الدولي، تجد أن مجلس الأمن الدولي كله يعني يتحالف. ولا ننسى عملية تبادل الأصوات، صوت لي في القضية هذه أصوت لك في القضية هذه. فالدول داعمة العضوية يعني يكون في نوع من أنواع التحالف بينها وبين بعض. غير هناك أسلوب التهديد، بعض الدول تهدد، يعني في بعض الدول العظمى إذا صار تصويت في مجلس الأمن الدولي وحرصت على التصويت تلجأ إلى أسلوب الإغراء، وإذا ما نفع الإغراء تلجأ إلى أسلوب التهديد. لكن الجمعية العامة ترحب في كافة القضايا وكافة المسائل. لهذا السبب جدول أعمال الجمعية العامة يكون جدول طويل، أحيانا جلسات الجمعية العامة تأخذ لها أسبوع 10 أيام، بينما مجلس الأمن الدولي يجتمع ساعة ساعتين ومع السلامة. هل الحقوق مواطن أجنبي نفسها يساوي حقوق المواطن العربي في نظر المنظمة العالمية؟ مثل ما قلنا أن حقوق الإنسان الأساسية متساوين جميع الأفراد فيها، هذه حقوق الإنسان الأساسية. أما حقوق الإنسان الكمالية فهذه يعني عادة يختص فيها المواطنين أو يختص فيها أفراد دون آخرين. إذا كان هناك في تعارض ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي، فما هو الملزم من القانونين؟ ملزم داخليا ولا ملزم دوليا؟ طبعا القانون الداخلي ليس له أي قيمة في على مستوى القانون الدولي. القانون الدولي ليس له أي قيمة في القانون الداخلي. علشان يكون له قيمة القانون الدولي، عشان يكون له قيمة في القانون الداخلي، يجب أن يتم التصديق. أي اتفاقية دولية لم يتم التصديق عليها ليس لها قيمة في القانون الداخلي. والقانون الداخلي ليس له قيمة لا في القانون الدولي ولا له قيمة في أي قانون دولة أخرى. يعني القوانين التي تصدر في الدولة ألف ليس لها قيمة في القانون الدولي وليس لها قيمة في القانون في الدولة باء. ما هي أنواع المحاكم الدولية التي تدعم حقوق الإنسان؟ هذا الموضوع إن شاء الله راح يكون موضوعنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، راح نتكلم عنه. ألا يمكن القول أن الهيئات الحقوقية ما هي إلا مظلات تحمي مجموعة من الخروقات؟ وبرضو لها إيجابيات، يعني في كثير من القضايا كان لحقوق الإنسان دور، لهذه المنظمات دور في حمايتها، فإحنا لو تخلينا عنها تماما كانت الخروقات أكثر. ولكن في لها جانب مشرق، قد يكون بصيص، قد يكون قليل، قد يكون، ولكن لها دور مشرق. ألا يمكن القول أن الهيئات الحقوقية ما هي إلا مظلات؟ خلصنا هذا. لو أمكن معرفة الخط الفاصل، ما الخط الفاصل؟ ما في خط فاصل. أنا إحنا قلنا أنها منطقة يعني مظلمة. اليوم أنت تقول أنا دولة ديمقراطية، بكرة مش دولة ديمقراطية. أنت قد تكون ديمقراطي في بعض الجوانب ولكنك ديكتاتوري في جوانب أخرى. في بعض الدول ديكتاتورية ولكن عندها اقتصاد ممتاز والمواطنين يتمتعون. قد تكون دولة ديكتاتورية وعندها حماية للبيئة ممتازة وبيئة غير عادية. فبالتالي صعب ان احنا نحدد هذا الخط. ما هي الإجراءات المطلوبة لاعتماد منظمة حقوق الإنسان؟ الاعتماد الدولي لازم تقدم طلب لدى الأمم المتحدة، ولازم تكون لها تاريخ المنظمة، وفي إجراءات طويلة. الاعتماد الداخلي حسب الدولة، كل دولة لها شروط معينة للاعتماد. ما الذي يؤثر في الثانية، القانون الدولي أم القانون المحلي؟ هذا والله الإجابة بها من عندكم أنتم ومن عندي. هل ممكن الاستعانة بمنظمات أهلية دولة خارج الجزائر؟ هل تصبح ملزمة عندما توقع دولة على حماية حقوق الإنسان؟ هل تصبح ملزمة أمام القانون الدولي؟ التوقيع ليس كافي. التوقيع هو الإجراء الأول، توقع الدولة أمام بقية الدول في المحفل الدولي، بعدين يأخذها وزير الخارجية أو وزير الداخلية أو وزير البيئة أو وزير الاقتصاد، ويجيب الاتفاقية إلى داخل أو رئيس الدولة، ويجيبها إلى داخل الدولة ويصدقها. يا يعني يصدقها إذا كانت دولة جمهورية رئيس الجمهورية، إذا كانت دولة ديمقراطية مجلس الشعب، فحسب الإجراءات اللي حددها الدستور. مجرد ما صدقتها أصبحت قانون داخلي.
فهناك فرق ما بين التصديق والتوقيع. إذا الدولة وقعت فقط دون أن تصدق فهي ليست ملزمة داخلية لكن ملزمة دولية. توجد خروقات واضحة للعيان للموقعين على الاتفاقيات الدولية، مع ذلك لا نجد تحرك من مجلس الأمن والجمعية العامة، فما فائدة القانون إن لم يتم تطبيقه؟ نفس الكلام في القانون الداخلي، احنا نشوف انتهاكات احيانا، يعني مثلا قانون جمع السلاح، ونجد في بعض الاعراس اسلحه وكذا وشكل، وفي قانون يمنعها، ما فائده القانون؟ فهذا لا يطبق على القانون الدولي فقط. لكن هذه من ضمن الاشياء اللي احنا لازم نكون على درايه، يعني السلطه الفلسطينيه لعبتها صح، راحت لمجلس الامن الدولي، ما نفعها مجلس الامن الدولي كانت جاهزه حق الخطوه الثانيه، راحت حق الجمعيه العامه. راحت الجمعية العامة عشان تستخدم الجمعية العامة عشان تدخل لمحكمة العدل الدولية. فيجب أن تكون الدولة على دراية في القانون الدولي على أساس من يعني علم لغة قوم أمن قدرهم، والقانون الدولي لغتهم، يجب أن نتعلم هذه اللغة علشان نلعبها باحترافية. سنوات طويلة ونحن نسمع بالقانون الدولي حقوق الإنسان، لكن للأسف غير مطبق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وبالتالي فعلا هو الواقع القانوني. يعني نظرة تشاؤمية، وأنا أشترك معك في جزء من هذه النظرة، لكن برضو أشوف في جانب مشرق. يعني لا يمكن أن احنا نقول أن القانون الدولي ما له قيمة، وإلا راح تشوف المجازر ليس لها حدود، راح تشوف انتهاكات حقوق الإنسان أبشع مما تراها الآن. يعني على الاقل انه في محاكم جابت سلوبا دامولوزوفيتش اللي قتل المسلمين في صربيا، وحاكمه رئيس اركانه. سلوبا دامولوزوفيتش هو رئيس يوغوسلافيا السابقه، ومات بالسجن وهو يحاكم. فهذه مؤشرات ايجابيه، ما اقول لك ان احنا الان في المدينه الفاضله، لكن في اشياء كثيره تحققت. هل يحق لرئيس الوزراء غير منتخب أن يرسل خطابا لمجلس الأمن يخوله بولاية عامة على البلد ومشاركة في إعادة هيكل الجيش والشرطة والأمن وتولي بعض مهام المحكمة الدستورية؟ إعادة بعض هو حتى لو ما كان منتخب، يعني دائما الدولة لا تكون دولة إلا إذا كان هناك أرض وشعب وسلطة. السلطة يعني لابد أن تكون هناك سلطة على أساس تمثل الدولة. السلطة تكون فعلية، قد تكون منتخبة وقد تكون غير منتخبة. فمسألة الانتخاب هذه مسألة شأن داخلي، لكن يعني عادة المجتمع الدولي يعني حتى إذا كانت السلطة انتقالية يبدأ يضغط على السلطة الانتقالية أن سرعوا في الانتخابات، سرعوا في إجراء الانتخابات. وهذه من ضمن الأشياء اللي أنا أستذكرها وأذكركم فيها، وأقول لك يعني من ضمن الأشياء يعني حماس لما ضغط عليه المجتمع الدولي ان انتم سلطه غير منتخبه وقاعد تمارسون صلاحيات على قطاع غزه، سووا انتخابات ونجحت السلطه الفلسطينيه. مع الاسف المجتمع الدولي بعد ما كان يدعو الانتخابات سحب ايده ورفض الاعتراف بالسلطه الفلسطينيه المنتخبه. فبرضو هذه من ضمن الأشياء السلبية اللي قاعد نشوفها في المجتمع الدولي. هل حقوق الإنسان مرتبط بقوة الدولة؟ ليس تماما ولا جزئيا، أحيانا نعم، في حالات كثيرة ينطبق الكلام هذا، لكن في أحيانا تكون عدالة القضية، أحيانا تكون القضية عادلة، لكن إذا ساندها قوة أو ساندها تحالف برضو هذا يعزز من الموقف. لماذا تكون هناك مبادرات عربية إسلامية لإنشاء نظام عادل وموازي للأمم المتحدة؟ أنا أشجع الكلام هذا، وسبق قلت إنه ما في مانع إن إحنا نستخدم الانسحاب وسيلة للضغط على الأمم المتحدة، إذا ما تجاوبت مع طلباتنا رحنا نسوي نظامنا الخاص فينا. هل السبب الرئيسي أن الدول العربية ضعيفة وناقصة سيادة وكذا؟ احنا نتمنى نكون باقوى حالاتنا، نتمنى احنا نكون باقوى ما احنا عليه. يعني انا الشعوب انا افتخر فيها، الشعوب العربيه صراحه في تقارب ما بينها، تقارب جبار، تقارب غير عادي.
وأتمنى أن الحكومات يكون ما بينها مثل هذا التقارب. أنا دائما أحب أجاوب أسئلة إجابات قانونية، ما أحب أن أجاوب بالسياسة، وهذا يعني أعتقد أن السؤال مرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه بالقانون. كفقه قانونية لا تحمل كلمة قانون معنى الإجبار والتنفيذ غير متوفر في الدولي. القانون هو النظام، هو النظام. وأحيانا يعني لما عدم التنفيذ أحيانا يكون نظام، في كل حالة ما يكون فيها تنفيذ، في كل حالة ما يكون تنفيذ، في كل حالة ما يكون تنفيذ، فنخلق عرف، فهذا العرف مصدر من مصادر القانون. ف يعني مو بالضرورة أحيانا إنه يكون والله إجبار، لكن القانون هو يعني قاعدة قانونية ملزمة، قاعدة قانونية ملزمة. الإلزام مو أحيانا العنف، أحيانا مجرد عدم التطبيق يحسسك بالخجل. لما يجي رئيس وزراء يزور دولة ويرمونه بالبيض، هذا يعتبر نوع من أنواع الإجبار الاجتماعي اللي نمارس أنا وأنت. لما يكون رئيس دولة قاعد يخطب ويدخلون عليه بالفلاور، طحين، بالفغين، ويرمون عليه، برضو هذا نوع من أنواع الإجبار. الإجبار ليس دائما حبس وعنف وحرب. و تأثير القانون الدولي عن القانون المحلي والعكس، أنا أرى أن المحلي هو بإمكانه يضغط على الدولة أن يضغط. القانون الداخلي نعم يضغط على الدولي، والدولي يضغط على الداخلي. القانون الداخلي هي الدولة، فأنا لما أروح بصفتي دولة إسلامية وأروح أتفاوض من أجل أن أخلق القانون الدولي وشارك مع 50 60 100 دولة، أجيب أفكار إسلامية. يعني لما يتكلمون عن المثلية وأنا كدولة إسلامية صعب أن أنا أوافق عليها، فتجد 58 دولة إسلامية يرفضون موضوع المثلية، يرفضون موضوع المجاهرة بالفطار، يرفضون موضوع الميراث وقسمة الميراث. ففعلا تروح حق الاتفاقيات الدولية تجدها متماشية نوعا ما مع هذه النصوص بسبب مثل هذه التأثيرات. وأحيانا تجد المجتمع الدولي في حالات أخرى هو يؤثر في القانون الداخلي، فأنت تجيب الاتفاقية الدولية وتصدقها في القانون الداخلي. لكن في مخرج عندنا في القانون الدولي، في شيء اسمه التحفظ. أشوف الاتفاقية الدولية وأجدها جميلة وعاجبتني، ولكن فيها نص مش عاجبني. فشنو تملك الدولة؟ تملك الدولة أن تتحفظ على هذا النص، فتوقع الاتفاقية وتصدق عليها باستثناء هذا النص. حقوق الإنسان مرتبطة ليس بالتبعية، مرتبطة بوجود الإنسان. طالما هناك إنسان راح نظل نحتاج أن احنا نتكلم عن حقوق الإنسان وبشكل مستمر. عندما توقع دولة على حماية حقوق الإنسان، هل تصبح ملزمة أمام بحماية حقوق الإنسان؟ نعم، يفترض أنها تكون ملزمة، لكن الإلزام يفترض أن تكون عندك مؤسسات، يكون عندك مراقبة، يكون عندك. فبالتالي في القانون الدولي لما يجي واحد أجنبي في دولتي وأنتهك حقوق اللي وقعته في الاتفاقية، دولتها حتعاقبني لأن أنا وياها طرف في هذه الاتفاقية، وأنا انتهكت حقوق مواطنها لما جاء عندي، وأنا لما أروح عندهم لما تنتهك حقوقي. لكن حقوق الإنسان اللي نتكلم عنها ما نتكلم عنها داخليا، نتكلم عن الاتفاقية اللي صدقنا عليها، قوانيننا اللي موجودة في الدستور، هذه هي اللي تحمينا في داخل دولتنا. لكن الاتفاقيات الدولية هي اللي تحمينا لما إحنا ننتقل إلى هذه الدول، نعمل في هذه الدول، ندرس في هذه الدول، نتعالج في هذه الدول. حقوق الإنسان يكفل الحق للمرء مهما كان. نعم، مثل ما قلنا في حقوق إنسان أساسية وحقوق إنسان كمالية. لماذا لا نرى مطالبة بحقوق إنسان المحجبات كما يطالب بحقوق المثلية والملحدين؟ هذا حق من حقوق إنسان ما فيها روح تعال، لكن هذه حرب، ومع الأسف يعني أرد أقول إحنا كدول إسلامية ما كان لنا موقف. لو كان لنا إحنا كدول إسلامية موقف، سحبنا استثماراتنا، سحبنا عمالتنا، سحبنا سفراءنا، سحبنا وتركناهم في عزلة، كان الوضع مختلف. كان الآن مو نتمتع بأخواتنا المحجبات تتمتعون بالحجاب فقط، بل نتمتع بأكثر من ذلك.
لكن المسألة مثل ما قلنا مسألة تحتاج موقف فردي وحكومي. أنا أعتقد أن الأفراد ما قصروا، لكن الحكومات يعني ما أدت الدور المطلوب منها. من يحمي ويشرف على تطبيق القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والمجالات التي هي هذه محاضرات نحن نتكلم عنها، اللي يشرف هي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعالمية، وبرضو ما كملنا، راح نكمل محاضراتنا. هل ممكن للفرد الذي لن تحترم دولة حقوقه المحفوظة يطلب الجمعية العامة؟ الأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية ليس للأفراد حق بأن يلجؤوا لها. يعني أنا كفرد ما أقدر أروح لا المحكمة العدل الدولية، ولا أقدر كفرد أروح للجمعية العامة، لكن إحنا كأفراد أحياناً دولنا هي توقع. أنا قلت في كل اتفاقية في لجنة أو في وسيلة لحماية حقوق الإنسان، فدولنا لما توقع على هذه الاتفاقية تسمح لنا أن إحنا نلجأ إلى هذه اللجان، نقدم شكاوى لدى هذه اللجان. لكن للأسف كثير من الدول العربية ما فيها دولتي لما تروح حق هذه الاتفاقيات تتحفظ، مثل ما قلت نساء، تتحفظ على هذا الجزء، تتحفظ على هذه اللجنة، فتمنعني كمواطن أن إذا انتهكت حقوقي داخل الدولة ألجأ لهذه اللجنة. فالدولة هي التي تقرر أنها تقلق الباب على مواطنينها أنهم يلجؤون دوليا، ولا تفتح الباب لهم. اليوم إحنا كأفراد ما أمامنا إلا المنظمات غير الحكومية اللي راح نشرحها في المحاضرة القادمة، وفيها وسائل، وفي من ضمنها عندنا المفوض السامي لحقوق الإنسان، ما تكلمنا عنه، راح نتكلم عن المحاضرة القادمة، حاط عنده إيميل على موقعه، إيميل لتلقي الشكاوى أو فاكس. أعتقد الأسئلة كثيرة جداً، نشوف والله شكثر الوقت باقي. أعتقد باقي 4 دقائق أحاول أن أنتقي كم سؤال. كيف يمكن لي مهتم في حقوق الإنسان أن أعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان؟ هذه راح نتكلم في المحاضرة القادمة، الأفراد المحترف والهاوي. والله يا أخي من سوريا في حلب، أنا يعني قلبي معكم، قلبي معكم، وللأسف المجتمع الدولي يعني في سوريا من ضمن القضايا اللي خيب الظن فيها. يعني فعلا ما كان موقف المجتمع الدولي ولا الإقليمي مشرف، فما نملك في هذه الليلة المباركة إلا يعني نتضرع على الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم هذا البلاء ويحفظكم أنتم وأبنائكم ونساءكم يا رب. ما الفائدة من مناقشتنا القوانين الدولية التي تطبق على هوا دول فيتو؟ أليس الأولى نقوم بتحقيق الاستقلال الحقيقي؟ يا أخي أنت عايش في منظومة مجتمعية ما تقدر تقرر خارج السرب، أنت في دولتك عايش في منظومة، فما بالك خارج دولتك في المجتمع الدولي؟ أنت في دولتك تحكم مؤسسات، فلازم نلتزم بهذه المؤسسات ونتماشى معها ونحاول نطوعها ونحاول نطورها وديا وسلميا. وإذا نجحنا ووصل إلى الحكم أو وصل إلى مجالس الشعب وناس نثق فيهم ونتوسل فيهم الخير، أعتقد أن هذا راح ينعكس على 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 المستوى الدولي. مثل ما قلنا أن القانون الداخلي يأثر في القانون الدولي، فإذا أصبحت كل الدول فيها ناس فيهم خير يديرون هذه الدول، فبالتالي مؤكد أن المجتمع الدولي راح يكون في خير نتيجة لتأثير هؤلاء الأفراد. كنت سألتك عن القضاء، لماذا لا ينظم ملفات حقوق الإنسان كالسلطة التشريعية والتنفيذية؟ طبعا القضاء احنا دائما نقول هناك الفصل ما بين السلطات، والقضاء سلطة مستقلة. لأن اليوم أنا كناشط حقوق الإنسان إذا بغيت أشتكي أروح وين؟ إلى القضاء. السلطة التنفيذية إذا بغيت تشتكي تروح إلى القضاء. فبالتالي في النهاية أن القضاء هو ملاذ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأفراد، فبالتالي لا يمكن للقضاء أن يرصد ويحكم. فالقضاء يجب أن يكون منزه عن كل هذه الأمور، يجب أن لا يعني يمس
أو يشوب حياده شائبة. فدخول القضاء في هذا المجال راح يأثر في حياده في نظر مثل هذه الدعوة. الأسئلة كثيرة، وأتمنى يعني أن أنا جاوبت ما الله يقدرني عليه، وأعتذر من إخواني اللي ما قدرت أجاوب على أسئلتهم، ووعدهم إن شاء الله راح أعطيهم المزيد من الوقت. يعني أعتقد الأسئلة مفيدة ومهمة لي ولكم، فأعتقد أن راح أزيد الوقت وقت الأسئلة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وألف شكر للأخوة المستمعين، وأرجو المعذرة بأي شيء أو ما قطيت أي شيء، ولكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح استوفي ما لم نتطرق له في هذه المحاضرة. ألف شكر للجميع.